السلام عليكم يا شباب، النهاردة هنتكلم عن بروجكت جديد ألا وهو بروجكت الهودرات أو عملة الهودرات. تمام، أول حاجة احنا ممكن ندخل على كوين جيكو كعادتنا في الفيديوهات اللي قبل كده. ندخل على كوين جيكو، هنا طبعا بيقول لك هودرات فاينانس أو عملة الهودرات. سعر الهودرات بالنسبة لليو اس دي سي فهو 0.00777811. طبعا انتوا شايفين والصورة بتتكلم يعني هنا ان الزيادة بنسبة 31.7%. تمام، فالمكسب كبير جدا. انت لو دخلت اشتريت مثلا، استنيت يوم ولا حاجة، فانت هتكسب طبعا، ده حاجة اكيدة. تمام، هنا بيقول لك حجم التداول 726,192. تمام، دي مقارنة بين الانخفاض والارتفاع بالنسبة لـ24 ساعة. تمام، 24 hours بيقول لك إن هو كان 0.00842268، بقى 0.00591436. تمام، ده طبعا لينك الويب سايت البي سي سكان ده الكونتراكت. تمام، دي منصة ريديت، تويتر، تليجرام، وهكذا كعادتنا في كل الحاجات الموجودة على كوين جيكو. لو حبينا نعمل برضو تشيك كعادتنا في الفيديوهات وحبينا نعمل مثلا 1000 USDC، هنا طبعا هيجي لنا ان هو بيساوي 7.7 USDC. يبقى 1000 هودرات، معذرة معلش، 1000 هودرات بيساوي 7.7 USDC. تمام، حبينا بقى نغير الـ1000، نخليها أي حاجة تاني، 10,000 مثلا، اللي هي 70. تمام، أو 77.7. تمام، وهكذا بقى، اضرب في 10 كل ما تزود صفر. تمام، دي اوفر فيو كويسة عن العملة. هنا بيقول لك لو العملة كانت قليلة ارتفعت ارتفعت ارتفعت، ما نزلتش في الموعد ده بالذات او في الرينج ده بالذات، نزلت سنة يعني سنة بسيطة. تمام، وهي دلوقتي طبعا مش قليلة او مش نازلة، لا هي فوق. تمام، طبعا حابين نعرف الفوليوم والحاجات دي كلها، احنا هتلاقيها موجودة هنا برضو، حجم التداول والسعر والحاجات دي كلها. لو حبينا نرجع الويب سايت تاني، هنا بيقول لك باينانس سمارت تشينز نيكست ليفل توكن، بيقول لك يعني ده تطوير او ليفل جديد من التوكنز الموجوده في الباينانس سمارت تشين. تمام، هنا بيقول لك تايرد اوف سيفنج وولز هومليس دوجز اند ذا انفايرمنت اونلي تو بي راجد. تمام، سكامد اند روبد سو ار وي اند ذات از واي وي كرييتد هودرات. انا بقول لك طبعا انت لو انت تعبت او ساهمت يعني من المشروعات اللي قبل كده اللي هي فيها بقى هومليس دوجز وولز والحاجات دي كلها، تمام، اللي هم المسمى اللي اسمه حيتان مثلا. تمام، انت سئمت من الحاجات دي كلها وسئمت من السكامينج بروجكتس او الحاجات اللي فيها سكام كتير. تمام، السبب ده هو اللي خلانا ان احنا نعمل هودرات او نعمل بروجكت هودرات. تمام، ميزه من المميزات ان هما بيبروفايد اور هولدرز with a safe project in which they can invest and make actual money from. فانت لو عملت هولد للتوكن، انا قلت لك ان التوكن بتزيد، تمام، فانت كده كده هتكسب فلوس يعني. How to buy it، طبعا using PancakeSwap. هنعمل تشيك بسيط كده وندخل، ندخل PancakeSwap، بخش على اللينك use I understand و continue. وزي ما اتكلمنا كتير قبل كده، بتعمل كونكت للوالد بتاعتك. طبعا احنا معروف عندنا الميتا ماسك والتراست وولت او اي وولت من الوالد دي يعني عادي جدا. معاك مثلا بي ان بي، اي عمله من العملات دي، يو اس دي تي، اي عمله. تمام، تقدر تحولها لهودرات بسهوله، تكتب الكميه هنا وتعمل، بعد ما تعمل كونكت للوالد بتاعتك هدوس على البوتون ده التحويل هيتم. تمام، طبعا دي جوين اور تليجرام، تليجرام جروب يعني، نخليها في الاخر. تمام، هنا مميزات
الهودرات، تمام. في 3 حاجات موجودة هنا، بيقول لك إن الحلول، تمام، راك بروف يعني قابلة للتطوير، يعني أنت يعني الحاجات مش موجودة واقفة على كده، لأن أنت ممكن تطور منها عادي جدا. من أهم الحاجات الموجودة بيقول لك إن في 50% بيرنت أفتر أدينج تو بانكيك سواب ليكويدتي، تمام. احنا اتكلمنا بدأنا في النص الاول، معلش، قلنا ان الحلول قابلة للتطوير، بس خلينا في الشمال الاول. هنا بيقول لك ان هو نظام شفاف، تمام. بيقول لك ان في 50% بيرنت افتر ادنج اون بانك سواب ليكويديتي، تمام. نخش على التاني اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو السكالابل سولوشنز، حلول قابلة للتطوير. زي ما قلنا الحل مش بيقف، لا انت ممكن تطور منه براحتك خالص، تمام. الكلام ده كله عن طريق البارتنر شيب والكروس تشين اكستشينجز والحاجات دي كلها، تمام. طبعا ريوردنج اور هولدرز زي ما اتكلمنا فوق، تمام. الكلام ده من خلال طبعا ان انت بتجين باسيف انكمز ثانكس تو 5% او 5% ترانزكشن في، تمام. في 5% ضريبة كلهم بيرجعوا للهولدرز، تمام. ده طبعا المكسب ان كل الضريبة بترجع للهولدرز. عايز تعمل تشيك للكونتراكت بتاعك، خش بسهولة جدا تعمل تشيك للكونتراكت بتاعك، تمام. هنا مش بيفتح، ندوس على اللينك تحت تاني يعني هيفتح معانا. أهم حاجة هنا بيقول لك الماكس سبلاي 1 مليون توكن، تمام. 5% بيرنت، 5% ديستريبيوشن، بيرنت أفتر بنك سواب 50% زي ما اتكلمنا، والسيول المقفولة 100% طبيعي، ماركتينج 5%، والسيركوليتنج سبلاي 45%. دي رود ماب طبعا. انا بقول لك في 2021 مايو، تمام. الحاجات اللي حصلت ويب سايت وكوميونتي بيلدينج، دي اول حاجه هما بيعملوها. الماركتنج كامبانيز، تمام. الحاجات دي كلها اتعملت، والكوين ماركت كاب لسه بيسعوا في الموضوع ده. كوين جيكو احنا لسه شفناه ان هو ليستنج، بس هما تقريبا لسه نسوا يعدلوا الموضوع ده، تمام. وهكذا بقى تلاقي الحاجات اللي اتعملت عليها علامة صح، والحاجات اللي لسه هم شغالين عليها ما اتعملش عليها علامة صح، تمام. لو حبينا نعمل تشيك على الكونتراكت، تمام، هنلاقي الكونتراكت فين. ثانية واحدة. أول حاجة طبعا أنت بتعمل كونكت الورد بتاعتك دي، ده عن طريق بي اس اس سكان، تمام. لو رجعنا تاني حبينا نعرف الكونتراكت، نعرفه بسهولة جدا عن طريق ان هيفتح اللينك ده، وهنلاقي الكونتراكت هنا، تمام. هو ده الكونتراكت، تقدر تعمل طبعا كوبي ليه، تمام. كده يبقى انت عملت كوبي للكونتراكت عن طريق ان انت تعمل كوبي ادرس، تمام. كده نكون خلصنا كل كلامنا عن الهودرات، تمام. تقدر تعمل جوين للتليجرام كوميونيتي طبعا، تويتر، ويب سايت، وهكذا، تمام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. كل اللينكات هحطها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اعملوا سبسكرايب بحيث يوصلكم كل جديد عن القناة. وهاف ا نايس تايم.